نقدر نقول ان البيرسونال براندنج بيساعدك في ان انت تترقى بسرعه، تشوف لو انت محتاج ان انت ممكن نقول غير ترقيه، لو عايز توصل لحاجه معينه هتوصل لها، عايز تجيب فلوس اسرع هتجيبها. بس الديبند ان انا لازم اعمل حاجه تفيد الناس، مش اللي هو انا عايز براند لنفسي وخلاص، او ان انا بقى معروف وخلاص. ما ياما في ممثلين كتير بيظهروا على الشاشه بس في منهم بيعرف يمثل فبيطلع في الادوار بتاعته والناس بتحبه زي مثلا سيد رجب، وفي ناس تانية ممكن تطلع في دور ولا اتنين وبعد كده محدش يسمع عنها حاجه لان اوريدي هي ما عرفتش تشد الناس، ما عرفتش تلعب على النيدز بتاعت الناس، ما وصلتش للناس. لان هي الشطاره ان انا اوصل للناس، لو انا طول ما انا سامبل، طول ما انا الموضوع بسيط هعرف اوصل للناس. يعني انا بالنسبه لي سيد رجب من يعني الممثلين البسطاء جدا اللي بيعرفوا يوصلوا للناس. زي ما اديت مثال في الكوره لمحمد صلاح برضو، هو في لعيبه احرف منه بكتير بس البوينت ان هو عرف ازاي يشتغل على نفسه وينقيس بقى على كده حاجات كتير قوي في كذا مجال زي التريننج والليرنينج اند ديفلوبمنت وحاجات كتير قوي. ممكن برضو نقول حاجه كده ان احنا ممكن في ناس كتير ليها ويز مختلفه في ان هي ازاي تبراند لنفسها. ممكن واحد التون فويس بتاعه مختلف تماما بيشدنا، مثلا زي عمرو خالد، احنا عارفين ان عمرو خالد ليه تون مميز. احلام دايما كتير بتطلع بتعمل ضجه بسبب الستايل اللبس بتاعها. ممكن نلاقي بعد كده باسم يوسف ممكن يكون بيتكلم في حاجه سيريس واي حاجه ليها علاقه بالسياسه بس بيتكلم بشكل كوميدي. مثلا ممكن نقول ابو حفيظه ممكن بيوصل برده مسج بوي معينه. فالديبند كل واحد ليه كاركتر وكل واحد ليه الحاجه اللي بتميزه، مش شرط يكون حاجه قوي هو بيتكلم بيها، ممكن يكون ستايل لبس، ممكن يكون تون اوف فويس، ممكن يكون كذا حاجه. فعشان كده بقول كل واحد لازم يبقى عارف هو ايه الحاجه اللي بتميزه، سواء بقى وهو بيبقى مرتاح فيها ولازم يقدمها. لان انت لو مش مرتاح وما عندكش الافكار اللي هتبتدي تقنع الناس بيها وناقشها من على النت وخلاص، انت مش هتعرف توصل. لان طول ما انت بتتكلم عن حاجه ريل يعني الناس بتقدر توصل لها او توصل للناس بسهوله، فانت هتعرف ان انت ساعتها هتبقى ناجح لما توصل للناس بالحاجه اللي هم عاوزينها.